بالله حسبك إنه دليل مبين في الطريق خفي. الفكرة 24: اربطيه بأهل العلم والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الوسائل الجيدة لربط الطفل بالقرآن الكريم ربطه بأهل العلم والمعرفة الذين تضلعوا في علوم القرآن الكريم دراسة وتأملا وتفسيرا، وهذه الطريقة أدت في تأريخ العالم الإسلامي إلى اكتشاف كثير من النوابغ، وأصبحت قصة متكررة أن تذهب لأم بطفلها إلى عالم من العلماء يحمل الطفل في ذهنه مجموعة من التساؤلات، ثم يجلس إلى ذلك العالم، فمن نوع تلك الأسئلة يكتشف ذلك العالم أن هذا الطفل إذا لقي درجة كافية من الاهتمام سيصبح له شأن في المستقبل، ثم يقوم ذلك العالم بتبني الطفل وبتدريسه وبإعطائه الاهتمام الكافي، ثم بعد ذلك يصبح ذلك الطفل مثل ذلك العالم وربما يفوقه علما ومعرفة وفهما، وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه. فحمل الطفل إلى أحد العلماء لكي يسأل يعطيه مجموعة من الفوائد، منها أولا أنه يتعود على كسر حاجز الخوف وعلى الارتباط بسؤال أهل العلم منذ نعومة أظافره، فلأهل العلم رهبة، إذا كسرناها مع الطفل منذ سنواته الأولى أصبحت تلك الرهبة غائبة وحل محلها الشجاعة والإقدام والقدرة على المخاطبة والنقاش. والفائدة الثانية أن ذلك الطفل سيستفيد كثيرا من ذلك العالم، فربما يرشده إلى طريقة كانت غائبة عنه أو إلى كتاب لم يكن يعرف أو إلى منهج لم يكن في حسبانه، وبهذا يسلك الطفل مسلكا جديدا في التعامل مع القرآن الكريم. والفائدة الثالثة أن ذلك العالم إذا كان من الأتقياء ومن مستجابي الدعوة فربما تغير حياة الطفل دعوة واحدة يتلقاها من ذلك العالم. وكثيرا ما سمعنا أن العلماء إذا ذهبوا إلى مكان يذهب الناس بأطفالهم حتى يدعو لهم أولئك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فربما تتغير حياة الطفل بسبب تلك الدعوة، والقصص في هذا المقام كثيرة جدا. على أن ما يهمنا كثيرا ونحن نتحدث عن هذه النقطة أن الطفل سيدرك من خلال سؤاله أن القرآن بحر لا ساحل له، وأن ما أدركه من معاني حول القرآن الكريم يدرك العلماء أكثر منه بكثير، وهذا ما يدفعه إلى مزيد من التأمل وإلى مزيد من التدبر وإلى مزيد من التعمق في فهم آيات القرآن الكريم. هذا المنهج سارت عليه الأمة في جميع عصورها، ولا مفر للأمة اليوم من سلوكه بطريقة أو بأخرى. فإذا لم تستطيعي أيها الأم الرؤوم أن تربط طفلك بعالم من كبار العلماء
لسبب أو لآخر فليس أقل من ربطه بشاب بدأ يسلك هذا الطريق وهو طريق تدبر القرآن الكريم ومعرفة أسراره. والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم. فبه يشرق قلب مؤمن وبه نرقى المعالي سلما.